ميسي ولا مارادونا؟ مارادونا برضه. مارادونا ورونا مارادونا يقعد اول الاسطوري. ورونا احتفالات الجمهور الارجنتيني في بيونس آيرس. يقال انه اكثر من 4 مليون شخص محتشد في هذا المكان. سببهم ميسي. سببها ميسي مش مارادونا. سببهم ميسي اكيد. الاحتفالات اول شيء المنتخب الارجنتيني يستحق بطولة كأس العالم. غابت اكثر من 30 سنة عن الأرجنتين. أكيد هذه فرحة متوقعة. الشعب الأرجنتيني يتنفس كرة القدم. احنا عارفين أمريكا اللاتينية تتنفس كرة القدم. فشعور أنك تكسب كأس عالم في فترة من الفترات هذا شيء عظيم بعد غياب طويل. يوسف على الاحتفال والأرجنتين ما بعد ميسي ماذا سيحدث؟ كابتن قائد الاحتفال هذا هو رمزي للبلد هذا، بلد اللي فيه 40% معناها من الشعب تحت خط الفقر. معناها كرة القدم تخلي تفرح الفقراء، تخلي تصنع السعادة للناس هذه معناها الفقيرة. هذه معناها فرحة كبيرة للشعب الأرجنتيني. وبطبيعة الحال يمكن مع بعد غياب ميسي راح ممكن ما نتصورش اللي راح يكون معناها في السنوات القادمة القليلة القادمة ثم لاعب راح يعوض الغياب هذايا، ولا يكون المنتخب في معناها في حجم اللي شفناه الفترة هذه مع ميسي. فالفرحة هذه معناها يعني يمكن أن تكون هي فرحة قبل سنوات طويلة باش ممكن نشوفوا فيها ميسي آخر أو مارادونا آخر في البلد. بعد ميسي ما في نفس ما بعد مارادونا جاء. لا بعد مارادونا جاء ميسي بس بعد ميسي ما في. ربي سبحانه صحيح. أخرى لكن الشعب هذاك الفقير يفرح دائما. بيعاني المنتخب الأرجنتيني بعد ميسي، بيعاني كثير خاصة أكيد عنه. أكيد راح يعاني، لكن في المستقبل فممكن ربي نفس ما تبعث لهم مارادونا موهبة بعث لهم ميسي، إن شاء الله يبعث لهم واحد آخر باش يفرحك الشعوب هذيك وكل الناس. أنت تبغى واحد ينسينا ميسي؟ نفس كرة قدم. واحد ينسينا ميسي؟ فممكن علاش ليه؟ هي أنا وجهة نظري سنوات عجاف مقبلة على الأرجنتين. هذا رجل شايلهم على كتفه من 2000 تقريبا فعليا وثمانية وتسعة. غيابة الأرجنتين يتيمة، الأرجنتين يتيمة كرة قدم. من المعوض لميسي؟ لا يوجد، ولن يوجد إلا بعد سنوات طويلة كما انتظرنا ما بين مارادونا وميسي. سنوات طويلة. مارادونا اعتزل في 94، ميسي أتى في 2006 12 سنة. والمواهب نادرة في كرة القدم. الله يعين الأرجنتين على مستقبل منتخبهم، إلا إذا طلع لنا واحد يكسر الدنيا.